يا سيفي، مين هيورثك من بعدي؟ كل الحروب اللي انتصرت فيها مين هيورثها من بعدي؟ السيرة الهلالية بتعد بمثابة فاكهة السمر في أغلب مناطق مصر، عشان كده مهرجان العالمين خصص ليها يوم الجمعة اللي جاي عشان الجمهور المصري والعربي يستمتع بلياذة العرب زي ما بيسموها كده النقاد والباحثين. ونسمع من الراوي ومعاه عازف الربابة أجمل القصص والحكايات مع السيرة الهلالية. خلينا نعرف دلوقتي من غنى السيرة الهلالية الفنانة شيماء النوبي اللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. يا مساء الفل عليك يا شيماء. مساء الفل عليكم. شيماء، احنا متعودين على السيرة الهلالية اللي بيسمعها او اللي بيحكيها او اللي بيغنيها رجالة، فالنهاردة احنا معانا سواء الحكي او الغنى بنات وستات. احكي لي اكتر عن ايه اللي خليكي تختاري السيرة الهلالية بالذات عشان تغنيها؟ والله هو أنا بس من صغري وأنا دايما في مجال الإنشاد الديني والسيرة الهلالية والابتهال الديني، فصنفت إن أنا أول مجتهدة دينية في مصر والوطن العربي، وبعدين حبيت إن أنا أخش في فنون أخرى زي فنون الفولكلور وفنون اللي ليها علاقة بالموال القصصي والمواويل والسيرة الهلالية والسير الشعبية والحاجات اللي هي اللي ذات التراث المصري. يعني أنا بحب قوي التراث المصري وبحب ان انا اقوله وكمان اطور فيه. فاتعلمت السيره الهلاليه من فتره على ايد الشيخ زين محمود، وكمان حالفني الحظ ان انا اكون مع اخر شعراء السيره رحمه الله عليه الحاج سيد الضوي، وطلعت معاه مسرح 3 مرات. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. فطبعا حبيتها جدا وحسيت ان انا شربتها، وحسيت ان انا لما بقولها بتقمصها جدا. فبعدين جت نهاد الهلالي اللي هي راوية السيرة، فقالت لي أنا نفسي أرويه وأحكي، وهي من نوابع شغلها كانت بتعمل حاجة اسمها نافذة على الجنوب، إن هي بتقدر تحكي عن التراث المصري بس كحكي. فقالت لي طب احنا عايزين نعمل حاجة للجمهور إن أنا أقدر أحكي، لأن برضو كان علي جرامون وسيد الدوي وغيرهم كانوا بيعملوا، وطبعا جابر أبو حسين، بيعملوا السيرة الهلالية بشكل إيه صعيدي جدا، ففي بعض كلمات مع الجيل الجديد مش هتنفع إنها يفهموها قوي. فكانوا يعملوا إيه؟ قالت لي طيب خلاص انا هطور ده واتكلم بطريقه مبسطه، انت تقولي الغنى اللي هو الاساسي التراثي اللي احنا متعودين عليه واللي الناس متعوده عليه في اذاعه الشعب من زمان، وانا ابسط الامور كحكي. وقد كان. فالحمد لله. يعني ما تسمعينا حاجه بسيطه كده يا شيماء؟ ماشي، نقول حته من رز جبن نايل كان تجيان، راجل عروضه نظيفة 11 سنة ما جابش غلام، ومراته خضرة شريفة إلا مواتي عيد رمضان، ولبس هدومه الجريدي لبس هدومه السلطان، ودخل ديوان الجريدي. الله الله عليك يا شيماء. ابو زيد الهلالي بعد الانتصارات والحروب اللي دخلها دي كلها ما خلفش؟ لا، هو خلف طبعا ابو زيد الهلالي فيما بعد، بس طبعا ده كان بدايه السيره خالص بقى، اللي هو رزق ابن نايل دي بدايه السيره خالص، وبركه الطير وتزوج من خضر الشريفه وخلف بنت اسمها شيحه، بعد 11 سنه ما جابش عيال، وبعدين خلف ابو زيد الهلالي، وبعدين اتهموها في ابو زيد الهلالي لانه كان عبد اسود. فطبعا كانت هي قصه كبيره، ملحمه من دايما كنا بنسمعها على الراديو من جابر ابو زيد، فاكراه؟ نعم، جابر ابو حسين طبعا. جابر انا حسين، انا اسفه. طيب النهارده انت مين كمان غير سيد الضوي كان خليني اقول بتقتدي بيه او بتحبي تسمعي السيره منه؟ طبعا الشيخ زين محمود، لانه هو استاذي الاول في السيره الهلاليه. يعني انا تعلمت السيره الهلاليه على ايد الشيخ زين محمود، وبعدين هو
عرفني على عم سيد الدوبي عشان اتعلم منه برضه السيره واقف معاه على المسرح، وكان رافض خالص عم سيد الدوبي، يعني قال له لا مفيش بنات مفيش ستات تقول سيره ما ينفعش. فلما سمعني بالظبط. الحمد لله طبعا غير رايه يعني، وقال لي لا انت بتفكريني بخضره الشريفه وبتفكريني بالجاز، وقعد بقى يقول لي كلام طبعا حمسني جدا وخلاني اقدر احفظ. وقال لي حاجه كويسه جدا فاكراها لحد دلوقتي، قال لي يا ريت تقتدي بلبسك وبلهجتك وما تدخليش في السيره الهلاليه الات غير الربابه والالات الشعبيه، علشان تفضل برونقها وتفضل بتراثها. وده حقيقي انا عملت ده، يعني انا طورت كتير في الابتهال، وطورت في الانشاد الديني، وطورت في الكلور الشعبي. السيره اللي ما زلت ان انا بحافظ بيها على يعني باخد الالات الشعبيه فقط هي اللي تلعب ورايا بيها، لكن في حفلاتي العادية لا بيكون في آلات أخرى. شيماء انا عايزه اقول لك لو انت متابعه معانا البرنامج كل يوم يمكن بننقل الاحداث والفعاليات اللي بتحصل من داخل مهرجان العالمين، وبنشوف ده حقيقة. الجمهور ازاي مهتم بالفولكلور ومهتم جدا بالتراث الشعبي المصري. النهارده لما تقدموا السيره الهلاليه هل في تجهيزات معينه بتعملوها لجمهور مهرجان العالمين؟ اه طبعا بنختار الاجزاء اللي الجمهور هيقدر يستوعبها، ان هو يقدر يخرج بره الحفله هو قاري الحدوته. فاحنا مجهزين ان احنا نقول جزء من بدايه السيره الهلاليه، نعرف الناس ايه هي السيره الهلاليه اصلا، طب مين ابو زيد الهلالي اصلا، وجزء من النص وجزء من الحروب لان هي اساسها حروب. بالظبط. شيماء النوبي يعني بنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي، وان شاء الله شكرا. هتكسروا الدنيا في مهرجان العالمين. شكرا جزيلا ليكي.